تم في يعني قبل 20 أو 30 عام قام العراق بضرب هذه الصواريخ. اسمح لي أن أشير عقيد حمادي، معلش أسف للمقاطعة، المزيد من الصور لحالة الرعب التي انتابت الإسرائيليين في الوسط الإسرائيلي، ولا سيما أيضا بحسب بعض الأنباء في تل أبيب، هناك حالة من الرعب يعني فرضت نفسها في الشوارع الإسرائيلية. واضح أن التوجيهات لما يعرف بالجبهة الداخلية وحالة الطوارئ الخاصة التي أعلنتها إسرائيل يتم الالتزام بها فيما يتعلق بعد هذا الاستهداف. هناك ممارسات معينة يعني يتبعها الإسرائيليون، لحظة انطلاق صفارات الإنذار ولحظة أيضا الاعتراضات. نتابع إذن هذه الصور، هناك يعني واضح الزحمة في السيارات، لربما البعض ترك السيارة في منتصف الطريق ولجأ إلى يعني المناطق الآمنة بحسب توجيهات ما يعرف بالجبهة الداخلية في الجانب الإسرائيلي.